call me a god. You call me a god. كملوك في البحر. ملك القراصنة وصل أخيرا ونشوف وش يعطينا. وبعد هذا فيديو للملك. Ahoy pirate. أيوة. Your infamy has grown to overshadow that of even your most roguish peers, including me. At every port my agents lurk, your exploits roar loudest among them and serve as a clarion call to all rogues that elect to spit in the face of empires. Though I am sequestered in early retirement from my season of piracy, my curious eye always scouts for upstarts of uncommon talent and flair. Indeed, you have my attention. Keep your broadsides directed at the corporations as their tyranny continues to nest all over the world. Freedom from their yoke shall come at a great cost. Will you pay the price? Hazard your soul and sail for liberty where I await. Captain Freeman, a son of liberty. وهذا فيديو الافتتاح من قلعة الملك. عطونا ملابس. اقدر البسه. نروح بس عند هذا. نروح نكلم يانيتا في لوبون موي. لوبون موي. بس اول اروح ابدل ملابسي. هنا اتوقع اليسار كنت شايف المرايا. هذا ايوه. Oh, hello. Come for some new garment. نغير شكل يحتاج. كم قيمتها اصلا؟ قيمة التغير. والله هذا فنان. ما يقبلني شخصيته بس خلاص دام بدينا بها. نواصل بنفس الشخصية. ليش خرجت؟ اوكي. ناخذ هذه. خلاص عندنا ملوك، لازم نلبس حاجات تليق بالملك. I put it in your bag. بس اختام بانس حلو. بوتس كانها ردت صارت حلو. ندبة او وشم او حاجة ما نغير اللي عندنا. خلاص نطلع بهذا الزي زي الملك. ملك القراصنة نوب بات جيم. When people learn that I've been dressing you, I can get coins already. ما عندنا مهام هنا. علاقات شرقية عليك استكشاف الأراضي رينبا شمال جزر الهند. أغراض قيمة المتابعة مرحلة عند الاستعداد. أروح عند رحمة ولا أروح ملك القراصنة؟ نرجع هنا.
ونشوف إنيتا وش تريد تعطينا من المهام اللي بدي بدأ السيكونس، وإن نروح نحارب على ونقاتل الباونتي هانتر أو نفس قوة الباونتي هانتر. أكثر من واحدة تقريبا، ثلاثة وأربع. نتكلم إنيتا لا أو أسلم السكر، لأن أتذكر أنه كان عندي سكر، قصب السكر عشان نسوي هذا. اتوقع انه خلصت عملية الصنع، بعدنا نص ساعة يكون عندنا 80، عندنا كمية زينة. بس نطلع لأنيتا ونشوف وش تريد تخبرنا. عندنا نقاط هنا ما اتوقع، اوريدي استخدمناهن. عندنا 100 تطوير ب 150، وهذا بعدها ما مفتوحة التكتيكات الوحشية. لازم عندنا نبدأ نسيطر على المصانع الموجودة في كل قسم من اللعبة. طبعا في حركات وبونس وكذا لما تكون تخلص اكثر من واحدة، بس بنشرح لكم لما نبدأ نسيطر. اتمنى اني اقدر، لانه بتكون بي 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 انا العب بروحي، فكيف بتكون صعبة شوي علي. And yet my little birdies tell me you are hungry for more. Work with us, Captain, and your empire will grow as deep and wide as the largest ocean, eh? But first, you must learn to swim in deeper waters, no? Scheme and cease, sell and rule. Thus, a kingpin extends their network through the flow of illicit goods, region by region, settlement by settlement. You will direct a smuggling empire that spans the entire globe. And to lay the first stone, I have just the opportunity for you. أول واحدة بتكون اللي في الأسفل أتوقع. Let me know when you are ready to take the plunge. أو أول، لا أول خلينا نسيطر على السفن. موهبة ممارسة الأعمال لازم باثنين تهمنا خلصهم، بتكون صعبات فنبدأ. There are idle ears, Captain. We should talk in your office. خلاص، إلى الأوفيس. ونكلم أنيتا ونشوف وش تريد تخبرنا. A kingpin deals in riches and power, and by persuading others to toil on their behalf. A smuggling empire depends on its flow of contraband. The more manufacturers in your fold, the more contraband to refine. And the more profits to feather your nest. And of course, the helm is happy to provide information on which locations would best expand your reach and influence. For a fee, of course. Secure your first holding, Galbi. Then return to me with proof. We've got a smuggling empire to build. Okay, Galbi. أحب إضافات الكلمات العربية، هم طبعا مستخدمين أكثر من لغة، سواحيلية، عربية، فرنسية، بس إحنا الجزيرة الحمراء أوريدي مفتوحة، معقولة ريد آيلاند. المنطقة تتيح لك الوصول إلى كل معلومات مقر القيادة المتاح بشأن الصفقات التجارية داخل تلك المنطقة. تتضمن معلومات عن المصانع وعمليات الصغيرة السرية في المستوطنات التي تقع على عمليات إنتاج وبيع البضائع المهربة تلقائية لتدر الدولارات الإسبانية. ستظهر المصانع المتاحة للنهب في فرص الاستحواذ في النظرة العامة على الأسطورة الإمبراطورية. عليك الانضمام إلى الحدث لنيل فرصة للسيطرة على المصنع. عليك توخي الحذر، سيحرص منافسوك أيضا اللي هم المالتي بلاير أو البي في بي على مراقبة هذه الفرص ويتنافسون معك على هذه الاستحواذات. فنبدأ الاستحواذ الأول. ما كنت أتوقع، كنت أتوقع أنه بيكون بطريقة ثانية. البدأ خلال 5 دقائق، المشاعر يكون 0 على 1. هي الوحيدة تقريبا، الأولى دائما تكون هنا.
فاست ترافل. بعد شحنة. نحتاج شيء من هنا. لا. نشوف إدارة السفينة. أسلحة لأن حاجة تتطور أكثر. لا. الدرع. مع أن الدرع أقوى. لا بعد الأثاث. هذا يحتاج ان بجلس عليها وحدي. شوف الانتقال السريع وين. ما عندنا فاست ترافل هنا. ما عندنا فاست ترافل لذلك نبحر. ما شيكت على الذخيرة بس توقع إنه فوق 1000 من المدافع. 130 من هذه أتوقع يكفينا. وهذا صح إنه مكتوب إنها بي 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 بس ما أظن في حد هناك. ما شفت حد اللي جالس يلعب هناك. فهالشيء حاولوا إنكم إذا استصعبتوا العملية عملية السيطرة على هذا المصانع إنك تدخل في أوقات الناس تكون ما تعرف. اوكي لون علي علامة الملك. وبات جيمر الملك كارس اسم السفينة. نشوف كم نقدر او متى نقدر نسيطر. شوف من هنا اقدر اشوف العلامة الحضرة اللي لازم تكون داخلها وقت الحرب. اذا لما توصل هناك لما توصل هناك تبدأ تحارب سفينة نفس سفن البانتي هانت. خلنا كلنا حاجة. طيب لما توصل هناك بيكون عندك نفس السيطرة. تحاول تسيطر على المنطقة. أحتاج الوجبات صراحة. ما أعرف إذا عندي وجبات. ما أعرف إذا عندي دوريان عندي. زيادة الدجاج زيادة تحمل. والله حلوة هذه الدجاج أحسن أحليها. ما شفت منهم عسلها ما شفت منهم نحاول نسيطر على أول مصنع. يلا ماشي نفتح البزنس. أول بزنس في اللعبة راح يعطينا طبعا مواد هذا من العملة الذهبية. عملة الدولار الأسباني بتكون كمية ثابتة. أظن أنك حتى لو ما كنت تلعب يخزن بس تقريبا يعطيك فل كل 4 ساعات. فإذا ما تلعب 4 ساعات تجي هنا بس. اللهم انك تشل المواد وخلاص. نفس دومينيشن لازم تكون هنا موجود لمدة او لحد ما تكمل 100%. ما نكتب لنا شيء. راح يبدأ بعد 20 ثانية. وما في شخص معاي هنا بس بتجي سفن وبيبدأ بتبدأ الحرب. وتحاول انك توصل للليفل 100%. يعني توصلها ل 100%. 4 ثواني 5 ثواني. بدأت السيطرة مدة 8 دقائق. حاول انك تكون داخل. اتوقع 8 دقائق كافية او يمكن نخلص قبل. في سفن. They will know your name, Captain. You're falling down there. Right.
نقطتين طبعا على كل عملية. هل هذا يضربونه؟ ثلاثين بالمئة يتبقى لنا أربع دقائق داخل بعد، بس المشكلة شكله نقدر نضرب هذا. لا الثاني ما صبتها. هذا خلصناه، الثاني ما خلص.